السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكوليغ افيك نور. أول حاجة يعني كنرحبوا بالناس اللي تزادوا عندنا جداد، وشكرا جزيلا على اشتراككم ومرحبا بكم، وكنتمنى يعني أنني نكون عند حسن الظن. وثاني حاجة كنبغي نشكر الناس يعني اللي كتكتب ليا في التعليقات ودوك الدعوات ديالهم اللي كيفرحوا، يعني اللي كنعتبرهم انا احسن من الدنيا وما فيها، يعني شي حاجه اللي ما كتوزنش يعني بمال. يعني شكرا جزيلا والله يخطيكم، وشكرا على تعاليقكم وعلى تفاعلكم كذلك. الوغ كما وعدتكم في الفيديو يعني الاخير، انني يعني الفيديو اللي غيجي وراه غيكون مخصص للدعم والكوميونيكاسيون في نفس الوقت. لهذا كيف كتشوفوا العنوان، الاثنان في واحد، يعني الاثنان يعني الدعم والكوميونيكاسيون في واحد. غنخدموا يعني واحد لو فيرب اللي غنديروا فيه لا كونجوغيزون كدعم للوليدات اللي عندهم صعوبات في لا كونجوغيزون، وكذلك غادي يكون فيه كذلك دي فراز اللي غنترجمهم لكم بالدارجه او باللغه العربيه باش تعرفوا تستعملوهم في التواصل باللغه الفرنسيه. بعض المرات كنبغيو نقولوا شي جمله وكي يعني كتجينا صعيبه اننا نعبروا عليها باللغه الفرنسيه. الوغ الفعل اللي غادي ان شاء الله نخدموا به اليوم، ولا لو فيرب اللي غنخدموا به اليوم، يعني فيه بزاف الامثله وكنستعملوه في بزاف ديال لي فراز كما غتكتشفوا معايا ان شاء الله. غنبداو بلي فراز الساهلين، ومن بعد غادي ندوزو لي فراز الواعرين، وكنتمنى انكم تستافدوا معايا وانكم تستعملوا هاد المسائل في التواصل وتعلموها كذلك لوليداتكم باش يستافدوا حتى هما. الوغ نبداو ان شاء الله الدرس ديالنا، وكنتمنى انه يكون عند حسن ظنكم. الوغ لو فيرب اللي غنخدموا به اليوم ان شاء الله هو لو فيرب faire. Alors le verbe faire, غنحاولوا اننا نديروا له لا كونجيغازون ديالته في لو بريزون، وغنحاولوا اننا نقدموه في جمل اللي غتساعدكم في التواصل باللغه الفرنسيه. انا بغيت ندير لا كونجيغازون ديال لو فيرب فير في لو بريزون دو لانديكاتيف. alors كيما يعني موالفين في لا كونجيغازون كنخدموا لي برونون بيرسونيل سوجي اللي كنت شرحتهم في الدروس اللي فاتت، اللي هي جو ني كنهضر على راسي، جو كنهضر عليه على انت، تو هو، ايل هي، ال يعني ملي كنهضر على المجموعه، نو ملي كنهضر على المجموعه اللي مقابله معايا، فو ملي كنهضر على الناس اللي غايبين، ايل اس، وكنهضر على يعني الناس اخرين اللي غايبين في المؤنث، ال اس. الوغ هاد لي برونون بيرسونيل سوجي كنستخدمهم باش نصرف الافعال ديالي، يعني هما ولا بد يكونوا عندي باش نصرف بهم وندير بهم لا كونجوغاسيون. الوغ حنا بالنسبه لو فيرب فير غادي نبداو بجو. الوغ مع جو غنقول جو في، je fais, tu fais, Anna, Anta, il, ou elle. Avec AI, AIT. Avec AIT. Alors je fais AIS, لأنها AI راه كتنطق أي. يعني هذه اللي كتشوفوا هنايا راه تتنطق عندي في لا برونونسياسيون أي. وهذه غنشوفوها كذلك بالنسبة لسون فرونسي. يعني دابا نطرقوا إن شاء الله لو أي وتشوفوا كاع لي زيكريتور اللي عندها. Je fais. Tu fais, il ou elle fait. نمشيو دابا للجمع. Nous.
ان ديك النهار ملي تحدثت لكم على لي برونون بيرسونيل سوجي، راه قلت لكم كاينين ديال المفرد وكاينين ديال الجمع. جو تو ايل ال ملي كنهضر على واحد مفرد سانغولي، نو فو ايل اس ال اس ملي كنهضر على الجمع، يعني لو بلوريال، لو بلوريال. الوغ نو عندي نو وعندي فو وعندي ايل اس وعندي كذلك ال اس. الوغ نو كنقول نو فزون. الوغ انا كتقولوا لي قبيله قلتي لنا اي تتنطق اي، ودابا تتقولي لنا ف وي نو فزون. الوغ هنايا تتنطق ليا لو او، هذه سي اون اكسبسيون، واحد القاعده اللي خارجه على يعني المعتاد. نو فزون هنايا كنقرا فزون، نو فزون هنايا. vous faites، vous faites هنايا اي تتولي تقرا عندي عاوتاني اي. il elle font b o n t. alors عندي nous faisons، علاش هاد الاس تنطقات زد حتى هي غنشوفوها ان شاء الله في ليسون فرونسي، لان راه كاينه ما بين دو فوايل، عندي اي والاو، ملي تتكون الاس اونتر دو فوايل راه تتنطق ز. ف زون فو فيت ايل ال فون. الي الوغ هادي كانت لا كونجوغيزون ديال لو فيرب فير في لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ دابا غادي نمرو للجمل، درنا لا كونجوغيزون ديال لو فيرب فيغ، عرفنا كيفاش نصرفوه، دابا غندوزو للجمل اللي كنستعملو فيها لو فيرب فيغ واللي غتساعدنا كذلك في لا كومونيكاسيون، يعني من لا كونجوغيزون غندوزو دابا لا كومونيكاسيون، وغنشرح لكم كل جملة يعني بالدارجة باش تعرفو نتوما تخدموها في التواصل باللغة الفرنسية وكذلك تفهموها إلا تقالت قدامكم. الوغ الجملة الأولى اللي غادي نشوفو هي جو في du sport. Je fais du sport. يعني كنعمل الرياضة. كنعمل الرياضة. Je fais du sport. كنعمل الرياضة. هذه جملتنا الأولى. Je fais mes courses au supermarché. Je fais mes courses au supermarché. يعني كنتسوق، يعني في السوبر مارشي، في السوق المركزي كنتسوق، يعني انا كنتسوق في السوق يعني المركزي، بحال السوبر مارشي، بحال المرجان، سي ان سوبر مارشي. الوغ جو في مي كورس يعني اتسوق. جو في 60 كيلوغرام، جو في 60 كيلوغرام. Alors je fais 60 kilogrammes, يعني انا ازين 60 كيلو. انا ازين يعني الوزن ديالي، كتبغي تهضري على الوزن ديالك تتقولي je fais 60 kilogrammes. Je fais un gâteau. Je fais un gâteau. الوغ هنايا لو فيرب فير يعني كيعني ليا بريباري، يعني انا كندير ان غاطو، يعني كنوجدو، كنعملو، كنوجدو يعني ان غاطو. جو في ان غاطو. جو في مي دوفوار يعني انجز تماريني. هذا التلميذ كيقولك جو في مي دوفوار يعني انجز تماريني. كنخدموها كذلك باش كنعبروا على الحاله ديال الجو ولا الحاله ديال الطقس. كنقول il fait beau. il fait beau يعني الجو جميل. il fait beau aujourd'hui. il fait beau aujourd'hui يعني الجو جميل اليوم ولا الان. il fait chaud يعني الجو سخون يعني حار. il fait chaud حار يعني سخون. il fait froid يعني الجو بارد. il fait froid الجو بارد. الجمل يعني اللي كتجي من بعد عندي باغ اكزومبل
Elle fait beaucoup moins que son âge. Elle fait beaucoup moins que son âge. يعني هي كتبان صغر من السن ديالها. يعني الا عطيتيها السن ديالها غتعطيه ليها صغر من داك السن اللي عندها. Elle fait beaucoup يعني بزاف. Moins يعني ناقص que son âge. العمر ديالها السن ديالها. Elle fait beaucoup moins que son âge. عندي كذلك tu te fais vieux. Le contraire ديالها. Tu te fais vieux. يعني كتبان عجوز. Vieux, عجوز. يعني كبير في السن. Tu te fais vieux. يعني عجوز. Vieux هي عجوز. Vieille هي العجوزة. Tu te fais vieux. يعني انت يعني كتبان عجوز. Tu te fais vieux. Elle s'en fait pour ses grands-parents. Elle s'en fait pour ses grands-parents. يعني مقلقة. يعني كتقلق على ses grands-parents. يعني مقلقة على الحالة ديالتهم. Elle s'en fait pour ses grands-parents. Ce fromage est bien fait. Ce fromage est bien fait. تيقول لك هذا لو فروماج معمول يعني على حقه وطريقه معمول مزيان. Ce fromage est bien fait. Bien هي شي حاجه مزيانه حسنه. Ce fromage est bien fait. Le contraire. Ce travail est mal fait. Ce travail يعني هذا العمل يعني مدير بطريقه غير حسنه العكس ديالو. Ce travail est mal fait. يعني ما مديورش مزيان. Ce travail est mal fait. كانت هذه بعض الجمل اللي رسائيت انني نقدمها لكم يعني بلو فيرب فير باش يعني تستعملوها في التواصل باللغة الفرنسية. كنتمنى انها يعني تكونوا استفدتوا منها وانها تنفعكم ان شاء الله في المستقبل. ومن هنا للفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير ودمتم سالمين.